بالنسبه لاخبار المحافظات، معانا في الغربيه تم توزيع هدايا الرئيس على الاطفال بشوارع المحافظه، اما في الدقهليه فتم تنظيم فعاليات لدعم الفئات الاولى تحت شعار بهجه ليلى. كمان في الشرقيه مديريه الطب البيطري اشرفت على ذبح 1500 اضحيه في المجازر مجانا في بورسعيد، الفنادق كامله العدد بنسبه اشغال تصل الى 100% في عيد الاضحى. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الغربية شهدت المحافظة توزيع الهدايا والألعاب اللي بتحمل كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في تقليد سنوي تحرص المحافظة على القيام به لإدخال البهجة والسرور على الأطفال. وأعرب الأطفال وأسرهم عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، ووجهوا الشكر على هذه اللمسة الطيبة اللي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد. في جنوب سيناء زار مدينة سانت كاترين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 300 سائح بيمثلوا جنسيات متعددة بالإضافة لعدد من المصريين، وده لزيارة الأماكن المقدسة وتسلق جبل موسى ومشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر. في الدقهلية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي تنظيم فعاليات تحت شعار بهجة العيد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تتضمن توزيع هدايا وعيديات وملابس جديدة على الأطفال بدور الرعاية والمساجد والساحات. في دمياط شهدت المحافظة توافد كبير من المواطنين على شواطئ رأس البر لقضاء أجازة العيد، وتم نشر فرق الإنقاذ بطول الشاطئ وأيضاً تجهيز أماكن تجميع الأطفال التائهين بطول الشاطئ. وخلال أول أيام العيد تم إنقاذ 46 حالة غرق، وتم تسليم 27 طفل من التائهين لأسرهم من على شواطئ رأس البر. في شمال سيناء أعلنت المحافظة أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلقى أي إخطارات أو شكاوى خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش متواصلة مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، وبيتم العمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال أيام العيد. في الشرقية أعلنت مديرية الطب البيطري أن الأطباء أشرفوا على ذبح 1500 أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان، حيث يتم الإشراف الطبي ومتابعة ذبح وتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية وتفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري. في بورسعيد أعلنت المحافظة أن نسبة الإشغال بالفنادق والقرى السياحية بلغت 100% خلال أول يومين بعيد الأضحى المبارك، كما أن الشبكة الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات لم تتلقى أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.